التقرير الثالث اللي معانا عن عداد الكهرباء، ولما عداد الكهرباء يتحول لحلم. خلونا نشوف التقرير ده. شركة كهرباء بشتيل واخدة مني 5000 إلا 180 جنيه، هدي لي النهاردة 7 أشهر وما جابتليش العدادات. بقدم بقى لي سنة على الكهرباء، محدش سائل فيا. العمارة دي مقدمين على الكهرباء بقى لنا 3 سنين. بص، واحد بنى عمارة في يوم كده ركبت عداداتها واحنا قاعدين بنتفرج عليها واحنا ساكنين في الشقة. كله شغال شغل من تحت الترابيزة. دي مشكلتنا هنا في الكهرباء. يا الممارسة بتدفعيها يا المحاضرة دي شغالة على طول. بتتكرر، الموظف بيكررها منه لنفسه وبياخد ال 100 جنيه، واسال اي حد من الناس دي هيقول لك بياخد الموظف 100 جنيه، بينزل ياخد ال 100 جنيه وبرضك يعمل لك المحضر تاني. احنا دلوقتي بندفع دافعين فلوس الكهرباء بقى لنا 8 شهور، مباحث الكهرباء كل شويه تيجي تدينا محضر بال 2000 جنيه، طب ليه؟ احنا دافعين ما يدخلوناش العدادات ليه؟ اول حاجه الكهرباء على طول تعمل قفلات عندنا، عيالي ما بيعرفوش يذاكروا. اكتر من سنتين نروح نسال، استنى شويه مش مفيش دلوقتي، مفيش دلوقتي، وادينا قاعدين. وكل ما اروح بكره بعده لسه دورك ما جاش، لسه دورك ما جاش، مع ان في ناس هم تركب كهرباء. ازاي ما اعرفش؟ عايز اعرف الناس اللي بتركب كهرباء ازاي وانا مش عارف اركب. احنا تارينا ممارسات، محاضر ممارسات، المحضر بيجوا ب 407، عندنا 144 محضر. الممارسه دي خربت بيتي. يعني النهارده لو اي بيت من العشوائيات دي دخل ممارسه او ما بدفعش بتترقم عليه، ممكن يدفع له 13000 15000 فيما بعد. مباحث الكهرباء ممارسة 4000 جنيه، واحد فتح دكان هيدفع 4000 جنيه؟ والنقلة مثلا هي بتدفع 4000 جنيه؟ حرام ولا حلال؟ المفروض واحد مسؤول يجي يشوف البيوت دي، يشوف ايه الكهرباء، مالهم موقفين الكهرباء ليه؟ قالوا فلوس، دفعنا الفلوس، اللي فيه عداد ب 2000 جنيه ب 2000 ونص، عداد ب 2000 ونص، حرام. المواطن بيسأل سؤال غريب جدا، عايز يعرف ازاي الناس ممكن تكون بتركب عداد كهرباء. بالنسبة له ان الناس او المواطن اللي بيركب عداد كهرباء ده شيء غريب، بيركبوه ازاي؟ بيحصل، عايز يعرف، وكأنه بيسأل عن ازاي مثلا الناس طلعت المريخ، هو عايز يعرف ازاي الناس بتركب عداد كهرباء.